والمخلوقون يغضبون إذا سئلوا والرب يرضى أن يسأل. ولهذا يقول أحد العلماء: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أرجو ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في مناجاته لله جل جلاله: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. وإحساس الإنسان بالقرب من الله سبحانه وتعالى تقوية له، لا يمكن أن يعدلها شيء.